السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، مع حضراتكم في فيديو رقم 2 في شابتر 1 في الكتاب الخاص بالPrinciples of Management أو Management اللي بدأناه بالفيديو اللي فات. طيب، وقفنا في الفيديو اللي فات على Definition of Management، وقلنا الـ definition of management بتقول the act of getting people together to accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively أو involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed effectively and effectively efficiently and effectively. وقلت لحضراتكم إن احنا نبدأ في الفيديو ده نشرح يعني إيه أصلا effectiveness ويعني إيه efficiency. طيب، مبدئيا يا شباب، الـ effectiveness هي ان احنا نو اتشيف الجولز. when you achieve your goal يبقى انت كده effective. لما مدير يحقق الاهداف اللي المؤسسة طلبتها منه هو كده effective manager. اوكي، يبقى الـ effectiveness معناها ايه؟ معناها doing the right things. doing the right things ليه؟ لأن هو كده عمل حاجة للشركة طلبتها منه، أو بمعنى آخر attaining organizational goals أو achieving organizational goals. طيب الـ efficiency بقى، الـ efficiency هو قد إيه قادر يتعامل مع resources بشكل سليم، قد إيه قادر يستعمل أقل كمية inputs علشان ياخد أعلى كمية outputs. فنقدر لما قلنا الـ effectiveness معناها doing the right things، هنيجي في الـ efficiency نقول ايه؟ doing things right. doing things right ليه؟ انك تستعمل الـ resources بشكل سليم، انت كده ايه؟ انت كده efficient، انت كده عندك efficiency عالية. اوكي؟ خلي بالكم، المدير محتاج انه يبقى effective و efficient، محتاج يحقق الأهداف وفي نفس الوقت باستعمال inputs قليلة. اتفقنا؟ ما ينفعش افكتيف بس يحقق الاهداف بس ويضيع الريسورس بتاعته، خاصه احنا اتكلمنا ان احنا في سكيرس ريسورسز، ولا ينفع ان هو يحافظ على الريسورسز وما يحققش اهدافه. عشان كده قلنا الافكتيفنس والافشنسي هم مهمين جدا للايه؟ للماجرز. طيب قلنا الافشنسي doing ايه؟ things right او getting the most output from the least amount of inputs or resources. الريسورسز دي may be يكون people، maybe يكون money، maybe يكون equipment or any other resources. okay. ال effectiveness هقولها تاني، معناها انك توصل لاهدافك. ال efficiency معناها انت تستعمل موارد قليله، بلاش نتلخبط فيها. ال efficiency دايما بنفتكرها لما نفتكر ان احنا دايما زي ما قلنا المانجرز deal with scarce resources. طيب، لو حبينا نقولها بمعنى آخر هنقول الـ effectiveness is concerned with ends. ما الـ goals دي هي الـ ends. effectiveness is concerned with ends. الـ efficiency is concerned with means. ما خلي بالكم، ما هو الـ effectiveness اللي سميناها الفاعلية، احنا اتفقنا مهتمة بالـ goals فـ concerned with ends. الـ efficiency اللي هي سميناها الكفاءة is concerned with ايه؟ with means، الطرق. ليه؟ عشان الطرق دي هي اللي ايه؟ هتوفر لي في الريسورسز، الاساليب. تمام؟ يبقى انا النهارده كون ان انا فور اكزامبل، مثلا انا مثلا مدير مبيعات، مثلا كوني احقق تارجت ان انا ابيع مثلا 1000 يونتس. لما انا حققت التارجت ده وبعت ال 1000 يونتس، انا كده ما اقدرش اقول على نفسي ان انا efficient. لا، انا اقول ان انا كده effective. انا كده ليه اشتغلت ب effectiveness؟ لسه محدش عارف الايه ال efficiency بتاعتي ازاي. لما اكون انا مثلا already حاطط لي مثلا budget اعلانات مثلا مليون جنيه، وانا كمان موفر لك منها وليكن 200 300 ألف، لا أنا كده إيه؟ يبقى أنا وصلت للتارجتس بتاعتي، التارجت بتاعي، ومن غير ما أستعمل كور ريسورس بتاعتي، يبقى أنا كده إيه؟ أنا كده إفيشنت كمان، أنا كده إيه؟ أنا كده عندي الإفيشنسي بتاعتي عالية.
الرسمه دي بتوضح الفكره. الافشنسي مهتمه بالمينز اللي هي الريسورسز يوسج، دايما تشتغل على اللويست. الافكتفنس تهتم بالانس، جول اتينمنت، هاي اتينمنت. المانجمنت سترايفز فور لو ريسورس ويست الهاي افشنسي، اند هاي جول اتينمنت الهاي اللي هي هاي افكتفنس. شفت السلايد دي يا شباب؟ مهمة جدا جدا جدا، يمكن أهم سلايد في الشابتر كله. المانجمنت ليها يعني ناس بتقول إن هي فور فانكشنز وناس تاني خلتها فايف فانكشنز، ولكن الأساس بتاعنا إن المانجمنت بتعمل فور فانكشنز، والمدير برضو بيعمل فور فانكشنز، إن المدير بيعمل مانجمنت اللي هي فيها إيه فور فانكشنز. طيب هم بقى الفور فانكشنز دول ايه؟ الاربع وظائف اللي بيعملهم المدير، ايه الاربع وظائف اللي تهتم بيهم الاداره؟ اربع وظائف دول بتلخصهم كلمه بولك او اختصار بولك. بولك كل حرف منهم بيديك one function من الفور فانكشنز الاساسيه. طيب اول فانكشن من الفور فانكشنز هي اللي هي بي، اختصار لكلمه بلاننج. اول حاجه عندنا بلاننج. بلاننج يعني ايه بلاننج؟ لما انت النهارده تكون مثلا بتخطط للويك اند، بتعمل ايه عشان تخطط للويك اند؟ تيجي تقول اول حاجه ايه الريسورسز المتاحه عندي، وايه اخبار الجو، وايه اخبار الصحبه والكلام ده كله. اول حاجه بتشوف الريسورسز اللي معاك، بتشوف الانفايرمنت اللي حواليك. تاني حاجه بتحط لنفسك اوبجكتيف، تقول والله انا عايز اسافر مثلا مكان ساحلي، تبدا تقول اوبجكتيف طبعا بخصائص مميزه اكتر هنقولها كمان شويه. بعد كده بتبدا تقول استراتيجي بقى، طب ايه الطريقه اللي هتخليني اعرف اسافر في الويك اند ده اروح مكان ساحلي. طيب اللي احنا عملناه دول هم البلاننج. البلاننج دول عباره عن ايه؟ عباره عن analyzing the internal and external environment. يبقى كده اول حاجه عرفنا انا فين، اللي هي الريسورس بتاعتك، ان analyzing internal and external environment. Then defining goals. Then establishing strategies and plans to achieve the goals. ببساطه البلاننج ان اعرف انا فين وعايز اروح فين واروح ازاي. Analyzing internal and external environment, defining goals and establishing strategies and plans for achieve goals. كده عرفنا ايه planning. طيب معنى ان احنا عملنا plan ان احنا كده خلاص عملنا management؟ لا، ده انت يا دوب اتمنيت، قلت انا عايز مثلا ابيع 1000 يونت. لسه المرحله اللي بعد كده انك تعمل organizing. يعني organizing بقى determine what tasks are to be done, who is to do them, how the tasks are to be grouped, who reports to whom, and where decisions are to be made. يا شباب بمنتهى البساطه انا النهارده عايز اخطط، اخطط ازاي؟ هقول بمنتهى البساطه اول حاجه عشان اعمل مانجمنت بقى قبل التخطيط، بقول المانجمنت عباره عن اربع حاجات. اولها التخطيط. التخطيط معناه ايه؟ ان اعرف ايه الريسورس اللي عندي. انت النهارده لو انت جيت مسؤول مثلا عن مسكت مدير، يعني مثلا على سبيل المثال انت وزمايلك قررتوا تعملوا بيزنس، تقعد تقول والله ايه الريسورس اللي عندنا؟ احنا ادي مثلا احنا ايه عددنا اهو، معلش طلع ايده طويله شويه، اهو احنا مثلا ثلاثه، ده كده الريسورس بتاعتنا as ايه as human resources، ومعانا فلوس اهي، وفي الانفايرمنت اللي حوالينا فيها كذا. دي كلها انت في مرحله البلاننج، انك تعرف ايه analyzing الانترنال والاكسترنال ايه انفايرمنت، ادي الانترنال وادي الاكسترنال. وبعد كده تبدا تعمل ديفايننج للجولز بتاعتك. ايه الجولز اللي انا عايز اوصل لها؟ تالت حاجه تبدا تحط المين استراتيجي اللي هتوصلك للجول دي. ايه المين استراتيجي؟ ايه الطريقه اللي ينفع اوصل بيها للجول دي؟ يبقى analyzing internal external environment, defining goals اهي، establishing strategies and plans to achieve the goals، دي الاستراتيجي.
طيب هل معنى ان احنا عملنا كده احنا خلاص عملنا مانجمنت بس؟ لا، ده احنا عملنا يا دوب اول فانكشن من الفور فانكشنز الاساسيه بتوع الايه؟ مانجمنت. ايه بقى اللي بعد كده؟ ببدا الناس دي ما ينفعش تشتغل مع بعض كده. لازم اقول للشخص ده عشان تحقق الاستراتيجي دي او البلان دي لازم تعمل واحد اتنين تلاته اربعه. واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه. ولو في شخص معانا رابع اقول له اعمل واحد اتنين تلاته اربعه او خمسه. كده قلت ايه التاسكس اللي انا ايه عايز اوصل بيها للبلان. تاني حاجه حددت هو از تو بي هو از تو دو ذيم، ده انت تعمل كذا. وبعدين حطيت كل مجموعه منهم في ايه، في جروب. الجروب ده كده هسميه جوب، يبقى جوب مجموعه من التاسكس. وقلت بعد كده ان خلي بالك انت يا فلان، انت يا شخص ده انت ريبورتد لده، وانت يا فلان انت ريبورتد لده. كده انا عملت ايه؟ عملت كده، عملت ستراكشر. وانت اللي بتعمل، وانت اللي بتعمل الديسيشن ده، وانت اللي بتعمل الديسيشن ده، ده اسمه ستراكشر. يبقى الستراكشر ديترمن هو او وات تاسكس ار تو بي دن، هو از تو دو ذيم، هاو تاسكس ار تو بي جروبد، شكل جوبز شكلها عامل ازاي، هو ريبورتس تو هوم، مين اللي هيبلغ مين ومين هيبقى ريبورتد لمين، and where decisions are to be made. خلي بالكم يا شباب، احنا هنا قلنا الفانكشنز الخاصه بالمانجمنت هم اربعه: بلاننج واورجنايزنج وليدنج وكنترول. في ناس خلت الفانكشنز دي خمسه. ليه؟ عملت الاورجنايزنج عملته نوعين، ات اورجنايز. الاورجنايزنج دي فانكشن والستافنج فانكشن تانيه. يعني ايه؟ انك تقول ان عشان اوصل للجول ده محتاج واحد اتنين تلاتة اربعة، ده كده اسمه اورجنايزنج. وكون ان اقول مين المسؤول عن الكلام ده، ده كده اصبح اسمه ستافينج. فالاورجنايزنج ناس بتستعمله كلمة واحدة، وفي ناس بتخليه الاورجنايزنج لوحده، ان انا احدد التاسكس، والستافنج ان انا احدد الشخص المسؤول عن تحقيق ايه؟ عن تحقيق التاسكس. عشان كده حاطط جنبك هنا مكتوب ايه؟ اورجنايزنج وستافنج. طيب المرحله اللي بعد كده، هل الناس كده اكيد هيوصلوا للجولز دي؟ لا، الناس دي محتاجه ليدنج. الناس دي محتاجه ليدنج. يعني ايه ليدنج؟ يعني ابدا ازقهم، اعمل لهم موتيفيشن توارد الاوبجيكتيف بتاعي او بتاعنا بقى دلوقتي. فالليدنج معناه ايه؟ معناه موتيفيت السبوردينتس اللي هم النون مانجر امبلويز، او حتى التوب بيعمل ليدنج لتحتيه للميدل، والميدل بيعمل للفيرست لاين الى اخره. فان انا اعمل موتيفيت للسبوردينتس، هيلب ريسولف ورك جروب كونفليكت، وانفلونس انديفيدوالز اور تيمز از ذي ورك، وselect the most effective communication channel or dealing in any way with employees behavior issues. دي كلها leading. يبقى leading فيها ايه؟ فيها انا بعمل motivation للناس، ان انا بحل اي conflict بيظهر لهم، ان انا ببدا اعمل لهم influencing سواء بشكل فردي او بشكل teams، ان انا بعد كده احاول يعني اعمل selection ل the most effective communication channel. اقول الشخص يعني ايه الافضل، ابعت لهم الاوردر ده مكتوب، ولا اتصل بيهم، ولا اروح لهم، ولا الكلام ده كله. وان انا ابدا اعمل اهندل او اعمل ديلينج with any other employee behavior issues، ده كده بالنسبه لي كلها ليدنج. working with and through people to accomplish goals. ان الليدنج معناه ان انا بشتغل مع الناس بقى عشان اخليهم يوصلوا للهدف. خلي بالك انت لما جيت عملت البلاننج كنت لسه ما حددتش مين هيعمل ايه. بدات في الاورجنايزنج قلت مين هيعمل ايه، لكن لسه ما قلتش الشخص بقى يعمل. في الليدنج بقى تقول له يعمل، تعمل له موتيفيشن بقى، وتعمل له تحل له اي كونفليكت او اي ايشو بتظهر قدامك. واخيرا الكنترولينج بقى. كنترولينج معناه ايه بقى؟ اكيد مش معقوله هتسيب هتعمل بلاننج واورجنايزنج وليدنج وبعدين تفوجئ ان انت ان كان في عندك مشكله في البلان خليتك ما توصلش هدف،
او ان كان في ستافنج مش مظبوط او اورجانيزنج مش سليم او كان طريقتك في الليدنج غلط ما خليتكش توصل للهدف. ما ينفعش، لازم باستمرار من اول لحظه انا بعمل ايه يا شباب؟ بعمل كنترولينج، بعمل مراقبه، بعمل متابعه. فالكنترولينج معناها ايه؟ معناها to ensure goals are met and work is done as it should be. monitoring و comparing و correcting the work. وده يا شباب بيتم عن طريق اصلا التاكد من الافكتيفنس والافشنسي اللي احنا اتكلمنا عليهم. ما انت حققت الجولز يبقى انت كده ايه؟ effective. ان انت عملت الجولز دي ازاي او استعملت الريسورسز ازاي يبقى انت كده ايه؟ ايضا efficient. يبقى بأكد تاني يا شباب، الفور فانكشنز دول مهمين جدا: planning, organizing, leading, control. planning, organizing, leading, control. اتفقنا في ناس بتشيل organizing وتحطه او تزود مع ال organizing staffing، اساسا ال staffing او اساسا ال HR او ال staffing واحده من ال functions الخاصه بال HR، وال HR مهمه جدا. فبالتالي قلنا في ناس بتقول هي planning, organizing, staffing, leading, control. لو احنا بنستعمل معاهم خمسه: staffing, organizing، او سوري planning, organizing, staffing, leading, control. نفس اللي احنا قلناه ده موجود هنا عندنا في الرسمه دي: planning, organizing, leading, control lead to achieve the organization stated purpose. planning, organizing, leading, control، وكل واحده تحتها الديفينيشن بتاعها lead to achieving the organization's stated purpose. طيب نقف هنا في الفيديو ده برضو علشان ما يبقاش الفيديوز كبيرة، علشان تبقى أسهل في الأبلود. بس براجع احنا في الفيديو ده قلنا حاجتين. أول حاجة قلنا إيه الفرق بين الـ effectiveness والـ efficiency. تاني حاجة قلنا الـ four functions الخاصة بالمانجمنت والخاصة بالمانجر، واللي قلت لكم مهمين جدا اللي هم planning, organizing, leading, control. ولو استعملنا ال five components هيبقوا planning, organizing, staffing, leading, control. شكرا يا شباب ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هنبدأ بيه ان شاء الله بنقطة جديدة اللي هي المانجر رولز. احنا هنا اتكلمنا على الفانكشنز، فيها هنشوف يعني ايه رولز بقى تختلف عنها في ايه. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.